أريد أن أعرفك فنانة لا كضحية. إذا كان اسمي معصومة سيذكر، فلا بد أن يكون بفضل أعمالي وليس كوني ضحية. آمل في أن يشجع هذا المعرض أشخاصاً آخرين يعانون من الوضع نفسه عبر منحهم بعضاً من الروح المعنوية للخروج من قوقعتهم في المنزل والعودة إلى المجتمع. أردنا أن يسمع صوتنا وصرخاتنا، صراخ أولئك الذين تعرضوا للحرق مثلنا. الطريقة الفضلى التي وجدناها لبلوغ ذلك كانت عبر الفن. هكذا جاءت فكرة معرض هوية. وقمنا بنمايش هوية